بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانك ربي لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحانك ربي، سبحانك، ما أعظم شأنك. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الطاهر الزكي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام عليكم من الله ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم ونجدد لكم التحية في حلقة جديدة من طب الأعشاب. والحقيقة النهاردة بتكلم في عشبة في منتهى الأهمية، تكلم عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة روت 3000 حديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت تداوي بها السيدة عائشة حالات كثيرة جدا جدا من الحاجات النادرة. وعشان كده العشبة اسمها حب الرشاد، وكانت تسمى في الطب النبوي أو ما يسمى بالهدي النبوي في العلاج، تسمى السفاء. من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام الألوسي والإمام الذهبي وما ورد عند ابن القيم في زاد المعاد: ماذا في المرين من شفاء؟ السفاء والصبر. السفاء اللي هو حب الرشاد. وعلى فكرة في حاجة مهمة جدا لابد ان احنا نقولها، ان الاصول الوراثية لكل نباتات الكرة الارضية كلها كانت في مكة المكرمة، ام القرى. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كانت الكعبة خش على الماء ثم دحى الله الارض من حولها. خش على الماء يعني كتلة على الماء. ولذلك الأصول الوراثية للنباتات اللي موجودة على الكرة الأرضية كلها أصلها مكة المكرمة. مش أنا اللي بقول هذا الكلام، لأن لو قلته من الممكن يكون بتأثير عاطفي شوية أو تأثير من التحيز. لا، الكلام ده اللي اتقال في العالم كله، واتقال في ألمانيا، واتقال في الشانزليزيه في فرنسا، واتقال في كل المحافل العلمية، أن الأصول الوراثية كانت عند أم القرى مكة المكرمة. السفاء من الحاجات العظيمة جدا. حب الرشاد هو حب لونه أحمر، لكن لما سيدنا رسول الله حط سقفية علمية، عشان كده يا جماعة اللي يجي يتكلم، لأن في بعض شيوخنا لما يجي واحد يتكلم فيهم يقول لك يعني طب بدائي. يا جماعة لا، يا جماعة حسبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة قال إيه؟ وما ينطق عن الهوى. ولما سألوا عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: اكتب عني، فإن لم تكتب فمن يكتب؟ فقال: أنا اكتب عنك في الرضا والغضب يا رسول الله. قال: اكتب عني في الرضا والغضب. وأشار على فمه الشريفة وقال: والله لا يقول هذا إلا الحق. فعشان كده يا جماعة في حاجة مهمة جدا، في حاجة في الهدي النبوي في العلاج افهموها كويس، لأنها سقفية علمية حطها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السقفية العلمية لم يقل شيء شفاء لشيء، وإنما قال عليكم، بيدلنا على الخير. وأنا قلت قبل كده يا جماعة، في ناس كثيرة جدا بتيجي تخش في بحوث علمية، وبعد ما يقضي سنتين ثلاثة من عمره من البحوث المضنية، يعني ما تفكروش البحث ده ممكن الواحد يشتغل 12 ساعة كل يوم، ممكن أحيانا بيشتغل 6 أيام ورا بعضيهم، ما بياخدش غير ساعتين نوم كده على الكرسي. فالبحوث مش عملية، مش نزهة في ليلة مقمرة، لا، البحوث عبارة عن حاجة وشغل مضني. ففي ناس تشتغل بحوث كتير جدا، وخاصة بتوع الكوجنس النباتات الطبية والنباتات الطبية أو الميديسينال بلانتس بتشتغل، وبعدين يطلع في الآخر يقول لك النتيجة سلبية. يبقى إذا قضى عمره عشان يقول النتيجة سلبية. هو أي نعم بيخلي الباحثين اللي بعد كده ما يخشوش في هذا المجال. لكن هنا بقى لما سيدنا رسول الله يحط لك سقفية علمية ويقول عليكم، دلنا بالنصيحة صلى الله عليه وسلم، الداخل فينا لابد أن يجد نتيجة إيجابية. وعشان كده عايز أقول لكم حاجة، الدكتور رفعت العجمي في ألمانيا
بتاع الطب التكميلي او الطب البديل، اللي هي الشركه من 4000 متر بقت 40000 متر وبقت اساسيه جدا جدا جدا، ابتدت تشوف حب الرشاد. فلقوا حب الرشاد الكلام اللي انا هورده لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. زي ما احنا نقول نشوف بقى السلايدز اللي عندنا. غذاء نبوي ورد في السنه النبويه المطهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بأربعة: شفاء من كل داء، السنة والسنوت والسفاء والحبة السوداء، فيما شفاء من كل داء إلا السام. هو الحديث الحقيقة ورد في السنة والسنوت، ورد في الحبة السوداء، لكن اللي أنا متأكد منه في الإمام الألوسي والإمام الذهبي وأبو نعيم، في اتكلم أبو نعيم في هذا الأمر أيضا، وتكلم فيها ابن القيم في زاد المعاد: الماذا في المرين من شفاء؟ السفاء والصبر. نيجي نشوف بقى السلايد اللي بعد كده. السفاء هو حب الرشاد، وهناك مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية الرائعة التي توضح قيمة حب الرشاد اللي هو السفاء. وذكر سيدنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا في الأمرين أو المرين من شفاء؟ السفاء والصبر، أو الصبر والسفاء. وعلى فكرة في حديث مكمل للصبر. الصبر هو مش الصبر المعنوي، واصبر وما صبرك إلا بالله، نقصد بيه نبات الصبر. وعلى فكرة لو جبنا كيلو من نبات الصبر ده وحطناه في نهر النيل محدش هيشرب مية، مر جدا جدا جدا. وعشان كده سيدنا رسول الله بيقول: ماذا في المرين من شفاء؟ السفاء والصبر. وحب الرشاد مر، بس احنا لو خدناه كحب من غير ما نطحنه بيبقى مستساغ ومبلوع إلى أبعد الحدود. وعلى فكرة أنا لما اتكلمت في حب الرشاد يا جماعة، عدد كبير جدا من الزملاء الأطباء اللي موجودين اللي بيستخدموا عملية التخسيس، عملية تنزيل الوزن، اللي هم أساسا متخصصين في التغذية العلاجية، ابتدوا يستخدموا حب الرشاد بالنسبة لمرضى السكر اللي من النوع الثاني، مرضى السكر الغير معتمدين على الأنسولين من الخارج، ووجد أنه هو هايبوجلايسيميك بلانت، يعني النباتات المخفضة لسكر الدم، من النباتات المخفضة لسكر الدم. طيب نشوف المكونات بتاعت حب الرشاد كده عشان نشوف. السفاء هو حب الرشاد، وهناك مجموعة كبيرة من الدراسات، احنا اتكلمنا هذا الكلام. السلايد اللي بعديها، السلايد اللي بعديها: الخواص الطبية، يحتوي على معادن كثيرة، الحديد والفسفور والمغنيسيوم واليود والكالسيوم. الفيتامينات كثيرة جدا، فيتامين A وفيتامين بي المركب، وفيتامين سي، وفيتامين بي 2، وفيتامين اي. على فكره فيتامين اي وفيتامين سي تعتبر من الحاجات المضاده للاكسده، انتي اوكسيدنت، يعني يقاوم الشيخوخه، يقاوم الشيخوخه ويقاوم الشيب المبكر. الخلاصه المره بتاعته، الخلاصه المره دي بتحتوي على مجموعه اي وبي وسي ودي. الحقيقه ما فيش داعي للدخول في الحاجات اللي هي علميه يعني كبيره شويه. الاملاح المعدنيه حدث ولا حرج الموجوده في حب الرشاد. نشوف بعد كده فوائد حب الرشاد، هقراها وبعدين نفتح. اولا فوائد حب الرشاد: فاتح للشهيه، مسهل للهضم، يعالج السرطان، يزيل اورام الطحال، علاج السرطان البروستاتا، وذلك لو خلط مع بذور حب الرشاد مع بذر القرع العسلي وطحناه. الكلام ده انا هتكلم عنه. فاتح الشهيه، على فكرة يا جماعة الأمهات في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية، في السعودية، في المملكة العربية السعودية، عارفين هذا الكلام ومتوارث عندهم. الابن اللي ما بياكلش يحطوا له بذور حب الرشاد كده، هو بيحلوها في العسل ويخلوها مع مأملة العسل، بتفتح الشهية إلى أبعد الحدود. ليه هو فاتح للشهية؟ لأنه مهضم قوي جدا جدا جدا، وفي الوقت نفسه لما بيهضم يبقى بيزود الانزيمات الهاضمة، فالطفل يجوع، فالطفل يقبل على الأكل. السرطان هتكلم في حتة مهمة جدا، ودي الحاجات اللي هي سرطان البروستاتا. لما عملوا عليه تجريب في الخارج لقوا ان التورم في البروستاتا ممكن يبقى تورم عادي بعد سن الأربعين، ممكن يبقى سيناي البروستيت اللي هو البروستاتا الشيخوخية، اللي هي اساسا ثلاث فصوص وزنها 25 جرام. ال 25 جرام دي من الممكن تبقى كميه كبيره جدا. طب هتكلم في نقطه هامه. دايما انسجه البروستاتا تحتوي على زنك عالي جدا، يعني الزنك المورود في جسم الانسان من 50 الى 150 مايكرو جرام، هي بتحتوي على كام؟ 1000 مايكرو جرام.
يعني حاجة كبيرة جدا، أعلى تركيز زنك موجود أنسجة البروستاتا. طيب كمية الدم اللي بتتوارد ليها كمية قليلة جدا، عشان كده لما يكون فيها أي ميكروب لما نيجي نعالجه بمضاد حيوي بيبقى صعب جدا، لأن الدم اللي بيوصل فيها قليل جدا. فوجدوا إن حب الرشاد بيعمل إيه؟ أولا بيشيل التورم اللي موجود فيها. وعلى فكرة في ناحية، في ناس بيبقى عندهم سبلينوميجالي. يعني إيه سبلينوميجالي؟ يعني تضخم في الطحال. والتضخم في الطحال ده بيأتي امتى؟ بيأتي لما بنستهلك كرات الدم الحمراء كتيرة جدا وعمالة تستهلكها، وبالتالي الطحال عمال ياخد كرات الدم الحمراء يستهلكها ويدي المواد الأولية ليها للنخاع عشان يكون كرات حمراء جديدة. اللي بيحصل ان الطحال بيشتغل أكتر من اللازم، فبالتالي بيحصل عنده تضخم. وكثير جدا ما بيحصل عن تضخم نتيجة فيروس سي أو فيروس بي أو الديزونتريا المتحوصلة المزمنة، بيحصل فيها سبلينوميجالي، تضخم في الطحال. وجدوا إن حاجتين يشيلوا تضخم الطحال ده، حب الرشاد اللي هو السفاء، ووجدوا حاجة تاني غريبة جدا اللي هو السدر أو النبء، ورق النبء أو إكسمار النبء بيزيل تضخم الطحال. ومفيش حاجة غير كده، لأن إحنا لو سبناه يبقى معناه ان احنا لازم نشيله، ولو شلناه اللي بيحصل الكبد بيقوم مكان الطحال. لكن في مشكله بتحصل في الكبد بعد كده، وهي الكبد بيبقى دهني على طول. فعشان كده لابد ان احنا نحافظ على الطحال، لان الطحال ده ايه؟ وسيله للتخلص من النفايات كلها. والنفايات اهم حاجه انه بيستهلك لي كرات الدم اللي انتهى عمرها، لان كرات الدم عمرها في الكبير 120 يوم وفي الصغير بتبقى 4 شهور. بعد كده بيستهلك الطحال، بياخد المواد الأولية عشان يديها للجسم عشان يصنع منها كرات دموية جديدة. طيب في بعض الناس بيبقى عنده هيباتوميجالي، تضخم في الكبد. هيباتوميجالي، تضخم في الكبد، وبالتالي التضخم في الكبد بيبقى كبد دهني. وجدوا ان حب الرشاد ليه علاقة بكل هذه الأورام سواء كانت خبيثة او حميدة. طيب ايه هو علاقته بالسرطان عموما وسرطان البروستاتا؟ احنا قلنا يا جماعة ان احنا لما نكتب 1 2 من اليمين كده، 1 2 3، الارقام دي ارقام هندية. لما نكتب 1 من الشمال لليمين، 1 2 3 4، دي ارقام عربية. فحرف الايت اللي هو 8 باللغة العربية، الحرف العربي ده بالضبط زي الايه، السترينز اللي هي خيوط الدي ان ايه. الخيوط الدي ان ايه المسؤول عن الوراثة في الجسم. الدي ان ايه المسافة بين الذراع ده والذراع ده بتبقى 27 انجستروم. الانجستروم واحدة من قياس الطول تبلغ 1 على 100 مليون من المتر. 1 على 100 مليون من المتر. هنا بيبقى فيه هنا قواعد، هنا وقواعد هنا، بيسموها بيورين بيريميدينز انتر اكشن. الانتر اكشن ده او التداخل بين الفرعين دول بيخلي المسافة اللي بينهم 27 انجستروم. لو المسافة دي زادت وبقت 37 انجستروم تبدأ الخلايا تنقسم انقسام سريع جدا وتعمل طفرة، وهي الاورام السرطانية. طيب ازاي نرد الكلام ده؟ وجدوا حاجتين دلوقتي في العالم بيردوا هذا الكلام. الاولى هو زيت الزيتون، ولذلك ليه زيت الزيتون لما وردت في سورة المؤمنون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. يعني صبغ للآكلين؟ يعني أكل زيت الزيتون عشان جسمي الصبغ؟ لا، حماية لأصباغ الآكلين. وأصباغ الآكلين اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي احنا بنسميها الصبغيات. نحن نسمي الكروموسومات أو المورثات نسميها الصبغيات، وبناء عليه حماية لأصباغ الأكلين. يبقى معنى ذلك زيت الزيتون. وعشان كده أندريا ويل عالم التغذية الأمريكي شفى نفسه بزيت الزيتون من سرطان العظم الساركوما، وقال إن هي لا تليف الأورام وإنما ترد الخلية السرطانية إلى خلية عادية. وجدوا تصام اكستنت إلى حد ما حب الرشاد يقوم بهذا سبيسيفيكالي، على الأخص في إيه؟ في أورام إيه؟ البروستاتا. وخاصة لما يخلطوها مع القرع العسلي اللي هو بذور القرع العسلي، اللب بتاع القرع العسلي قبل ما يخش النار بيخلطوها مع حب الرشاد، بتجيب نتائج كبيرة جدا جدا. وأحيانا بنضيف عليها بذور القرع العسلي، بذور الكرفس، وأحيانا بنضيف عليها
مر البطارخ بتبقى مفيدة جدا جدا في حالة السناي البروستيت اللي هي تضخم البروستاتا الشيخوخي أو التضخم العادي أو التضخم اللي بيؤدي إلى أي إلى الأورام. عشان كده الكلام ده أنا دلوقتي قلته حاجة مهمة جدا. في ناس كتيرة جدا جدا لما يروح يعمل سونار على البطن، أشعة تلفزيونية على البطن، يقول له عندك تورم في الكبد، سبلينوميجالي. سبلينوميجالي يعني تضخم في الطحال. التضخم في الطحال خلاص احنا اتكلمنا عنه يا جماعة حب الرشاد. وعلى فكرة الأمهات في السعودية وعدد كبير جدا من الناس في السعودية ياخد كل يوم معلقة حب الرشاد، لسبب لأنه ليه علاقة بالتنفس، ليه علاقة بالجهاز الهضمي، ليه علاقة بالمحافظة على كل خلايا الجسم، منع للطفرات المؤدية إلى الأورام. يعني إذا يعتبر هذا إيه بيسموها إيه أنتي بروفلريتيف، يعني إيه عامل وقائي. أنتي بروفلريتيف يعني تعتبر عامل وقائي، يعني عامل وقائي ضد الأمراض. وعشان كده الجزيرة العربية بتنظر إلى حب الرشاد على اعتبار أنه حاجة مهمة جدا جدا اللي سماها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السفاء. نيجي نشوف بعد كده القرحة بتاعت المعدة. هو أساسا احنا بنقول بيسهل الهضم. عارفين قرحة المعدة بيعمل ايه؟ طب نتكلم بعد كده وبعدين نشرح حاجة حاجة. قرحة المعدة القولون الاستسقاء، الكلى الضعف الجنسي والأعصاب بالنسبة للرعشة، الناس اللي عندهم باركنسونيزم، لتسهيل نزول الدورة الشهرية عند النساء إذا خلط بالقرفة، بيخلطوه بالقرفة في الجزيرة العربية. نيجي نشوف القرحة. القرحة لو ناتجة من جرثومة، هو في عوامل مهمة جدا بيخلي الحامض اللي عند القرحة يقل، إفراز حامض المعدة يقل. فلما إفراز حامض المعدة يقل زي ما بيتم في الصيام، يبقى بالتالي القرحة الحامض اللي عليها يبقى قليل، تبتدي تلتئم ويبتدي عوامل الالتئام تبقى عالية. هو ميزة حب الرشاد لما بيتاخد بيروح للإيه للجروح بتاعت المعدة ويترسب فيها، وبالتالي يسبب عملية الالتئام إلى أبعد الحدود. ولذلك وجدوا إن هو يفيد حاجة كبيرة جدا في قرحة المعدة، سواء قرحة المعدة العادية، سواء كانت القرحة الناتجة عن جرثومة المعدة الهالوباكتر اللي هي نتيجة جرثوم المعدة. ولذلك نتيجة ارتجاع المريء، الناس اللي عندهم ارتجاع مريء، كل الكلام ده بيستخدم في الجزيرة العربية في حب الرشاد. نيجي نشوف الأمر الثاني، عملية القولون. حب الرشاد الحقيقة في الحتة دي حدث ولا حرج، لسبب لأن هو بيخلي الحركة الدودية اللي بيسموها البريستالتيك موفمنت بتاعة القولون تتم اتجاه سليم جدا، مفيش أي اعتراض يتم عليها. وبالتالي ابتدى يستخدم في الجزيرة العربية بالنسبة للقولون، وخاصة لما يكون قولون تخرحي أو قولون عصبي. القولون العصبي اللي هو بترتد الحركة الدودية بدل ما هي ماشية من فوق لتحت، بترتد وترجع إلى أعلى وبتعمل إيه؟ انقباض في الحجاب الحاجز. الاستسقاء يا جماعة هو ليه أحب الرشاد في أهمية مهمة جدا، بيعمل حاجة مهمة قوي، بيزود إنتاج الألبومين، الزلال اللي بينتجه الكبد. ودي نقطة هامة جدا ان انا بقولها. الالبومين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نوع من انواع البروتين اللي بيخلي النهايات الشريانية ضغطها الاسمنت زي النهايات الوردية، فبيمنع احتفاظ الجسم بالمية. الاستسقاء ده مش معناه المية اللي بنشربها، ده مية دي الترا فلتريت من السيرم، يعني دي من ترشيح مصل الدم، ولذلك اللي بيحصل عنده استسقاء بيحصل عنده ضعف. طيب ايه اللي يخلي لو خدنا مدرات للمية، المدرات للمية بتنزل في البول، طب عظيم، بعد ما تنزل في البول ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيكون غيرها، ما لم يرجع الالبومين اللي بينتجه الكبد. هو حب الرشاد بيساعد على انتاج الالبومين، وبالتالي يعالج عملية الاستسقاء، يعالج عملية الاستسقاء. بناء عليه في ناحية الكلى، هو كمان في ناحية مهمة جدا، بيشيل الالتهاب اللي موجود في الكلى، سواء كانت الكلى الشمال او الكلى الشمال او الكلى اليمين، بيشيل الالتهاب اللي موجود، وفي الوقت نفسه بيحسن من عمل النفرونات المرشحات بتاعت الكليه. وعشان كده شوفوا سيدنا رسول الله قال ايه بقى في الاخر، ماذا في المرين من شفاء. لما نيجي نتكلم ان شاء الله عن الضعف الجنسي هنتكلم الامر في الضعف الجنسي الى ابعد الحدود. هنا ليه بقى؟ طب للرجال وللنساء؟ نعم للرجال والنساء. ليه بقى؟ ليه علاقة بالإف إس إتش بتاع هرمون الرغبة. فالمشكل إن من الممكن العملية الجنسية لما تؤدى ما بين الزوجين، والعلاقة الحميمية ما بين الزوجين اللي ربنا عملها، لابد إن يكون فيها رغبة، مش عملية ميكانيكية بحتة.
هنا بقى هو ده بيزود الاف اس اتش. لما يزود هرمون الاف اس اتش يبقى بيزود الرغبه، ودي اللي بتخلي الناس يعني ايه ان شاء الله في سعاده، واحنا بنسعى الى سعاده البيت المسلم ان شاء الله. طيب ان شاء الله بامر الله بعد اذن حضرتكم نكمل بكره حب الرشاد. نستاذنكم في فاصل وبعد كده نتواصل مع حضرتكم الى يعني الى اللقاء بعد الفاصل ان شاء الله. عدنا إليكم، أهلا بكم، نرحب بكم ونجدد لكم التحية وأهلا بكم ونتواصل معكم. اتفضلي يا أستاذة نشوى. اتفضلي يا فندم. أستاذة نشوى. أيوة. اتفضلي يا فندم. الله يبارك حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم. اتفضلي. أستاذن حضرتك، أنا رحت للدكتور الجلدية عشان لساني بيبقى يشقق كده وبيوجعني وأحس إنه وارم، فقال لي ده لسان جغرافي وده عيب خلقي. يا حضرتك سنك كام؟ يعني ظهر عيب الخلقي ده إمتى؟ ده لسه انا حاليا دلوقتي ان شاء الله شهر الجاي ب40. بس كان بيحصل معايا وانا صغيره، بس ما كانش بيوجعني قوي كده زي اليومين دول. فرحت له من حوالي شهر فاداني مرهم جل وقال لي جربيه وبرجعي تاني، بس لسه ما رحتلوش. طب وما زال الالم موجود يا استاذه؟ بيبقى مثلا ما اكل حاجه فيها حديد، مثلا بتنجان ان كان مقلي، محشي، جوافه، طماطم، مانجا، يعني تفاح كده. اي حاجه فيها حرفات. نعم. حاضر يا فندم، هجاوب حضرتك. حاضر يا استاذ نشوى. حاضر. شكرا لحضرتك. حاضر. طب الام مصطفى، اتفضلي يا ام مصطفى. الو، السلام عليكم يا دكتور. ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، ابن اخويا عنده سرطان في الدم وبياخد جرعات كيميائيه عاليه خالص وبيبقى تعبان قوي، يا ريت حضرتك تقول لنا على اي شيء من الاعشاب تفيد، لانه طفله بيتعب مننا قوي. عمره كام يا فندم؟ عنده بتاع 7 سنين 8 بس سنين. بس سرطان دم لمفاوي ولا غير لمفاوي؟ ما لازم انا كنت اعرف. ماشي، على ما هتكلم. حاضر. بس انا عايزه تليفون حضرتك. حاضر، ارجع للكنترول. خليك ان شاء الله، اديها تليفوني يا استاذه هدى. اتفضل يا ابو محمد. الو. اتفضل يا ابو محمد. اتفضل يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. دكتور، انا عندي بنتي عندها 23 سنه. هاي اتفضلي. اتفضلي يا فندم. أم محمد، تقطع اتصال. أم أحمد، تفضلي يا أم أحمد. أيوة الدكتور، لو سمحت عايزة رقم حضرتك ضروري. خليك في الكنترول، ديها للرقم يا أستاذة هدى تحت أمرك. تفضلي يا أم أحمد. أم أحمد، ألو. سمحت عايزة رقم حضرتك. حاضر يا فندم، خليك في الكنترول، ارجع يا أستاذة هدى اديها الرقم لو سمحتي. تفضلي. الاستاذه النشوه بتقول في اللسان بيتشقق والراجل قال لها ده عيب خلقي. في حاجه مهمه جدا في عمليه اللسان دي، طلع لسانك كده، لو في احيانا بيبقى في نوع من انواع الفطريات بيبقى موجود، هو لو كان حتى العيب الخلقي اللي موجود، فالعيب الخلقي بعد سن الـ40 تتكيفت عليه، يعني حصل بالنسبه له ادابتيشن. في حاجه في منتهى الاهميه، لحسن يكون بهجة ديسيزس واحنا مش عارفين. انا خايف لحسن يكون مرض بهجت، ان مرض بهجت بيعمل الكلام اللي حضرتك بتقول عليه. فالحقيقه لابد احنا نشوفه اللسان ده كويس جدا ونشوف هل في فطر ولا ما فيهوش فطر. الكلام اللي حضرتك بتقوليه انه ابتدى يزيد بعد سن الـ40 والكلام ده، الكلام ده ممكن يكون بهجت ديسيز، وده مرض من امراض الاوتو اميون، فارجو انك انت تراجع معانا ان شاء الله. ابو مصطفى بتقول ابن اخوها سنه 7 سنوات عنده سرطان دم. السرطان دم لازم يدوله كيماوي لحد ما يموتوا الخلايا السرطانيه اللي موجوده، وبعدين بيعملوا زرع نخاع، لان في حاجه بتبقى في منتهى الاهميه لازم انا اشرحها. سرطان الدم معناه ان خلايا النخاع بتنتج كرات دم بيضه كتير وما بتنتجش كويس، فاللي بيحصل بقى انه بيدوا لحد ما يحصل ريميشن. ريميشن يعني سكون المرض. بعد سكون المرض احيانا بيحصل ريلابس اجين، يعني يحصل انتكاسه مره اخرى. غالبا بعد ما ياخد الكيماوي الشديد جدا 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 اللي بيحصل بيه ما يحصلش فيه مشكله، ان هو 70% الى 80% بيحصل ريميشن فور ايفر، يعني ايه؟ سكون للمرض، ما فيش مشكله تاني. 30% تاني بيحصل فيه ريلابس اجين افتر ريميشن بعد هذا الريميشن. الكلام اللي انت تستطيع انك تقاومي كل الكيماوات اللي فيه املج، هاتي املج مطحون وادهوله
بعد الغداء وبعد العشاء او قبل الغداء وقبل العشاء هيشيل الفوميتنج، عمليه الفوميتنج عمليه الاستفراغ دي هتتشال. الاملج مهم جدا جدا انه بيشيل كل الاسباب، لانه فيه كميات كبيره جدا من الانتي اوكسيدنت، وكليه بصل كتير جدا جدا جدا. ام مريم اتفضلي. يا ام مريم. ايوه السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم وبركاته. الله يكرمك يا رب. عايزك تقول لي دلوقتي الاجابه واكتبها حالا. حاضر يا فندم. بطني وجعاني قوي، وحللت البراز لقيت فيه صديد وديزنتريا جامده قوي، وقول لي اكل ايه بالظبط يكفيك شر المرض يا رب. حاضر يا ام مريم. حاضر. قول لي دلوقتي عشان حاضر. اكتبها بدل ما تروح عليا. حاضر يا فندم. بس اهم حاجه دلوقتي الرمان موجود، هاتي خلف الرمان اللي موجود ده اللي بين الفصوص، وقولي لك ايه على الاقل يعني كميه 5 جرام 3 مرات في اليوم، وخدي فلاجيل الصبح وبالليل، فلاجيل الصبح وبالليل، فلاجيل 500، واكل ادي غذاء على وبعدين قللي الملح، قللي الملح، وخليكي في البطاطس البوريه اللي هي عليها يعني قللي الملح والدهون، قللي الملح والدهون اسعار لمده اسبوع. نعم. شوربة خضر يعني؟ شوربة خضار، خدي شوربة خضار مفيش مشاكل. والفلاجيل اخده كم واحدة في اليوم؟ الصبح وبالليل يا ستي. ده يودي الصديد؟ ان شاء الله. بس اهم حاجة احنا قلنا ايه؟ خلف الرمان عشان نشيل المتحوصل. يعني واكل الرمان نفس البذور؟ يا استاذة قلت خلف الرمان اللي بين الفصول. ايوه الابيض. ايوه الله يسلمك. واكل الرمان نفسه؟ ايه؟ اكل الرمان البذور يعني؟ تاخدي بذور الرمان مفيش مشكلة، بس اهم حاجة قلت 5 جرام من القلف ده 3 مرات في اليوم. ما يعمليش امساك؟ لا ما بيعملش امساك، ما تخافيش. طب واخد عشان الامساك؟ امساك ما احنا قلنا الاجيولاكس احسن حاجه. اجيولاكس. 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 ان شاء الله من الصيدليه. ابلعي لي الكيس ان شاء الله. ابو محمد اتفضل. يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت مع حضرتك من شويه. انا عندي بنتي بطنها على طول يا دكتور وجعها. ايه؟ تقول لي بتحرقني بطنها، معدتها على طول وجعاها. سنها كام يا ام محمد؟ نعم. عمرها كام؟ عمرها 23 سنة. طب ما نعملش ليه سونار على البطن؟ ليه نسيب الامور رجما بالغيب؟ عملنا سونار والله يا دكتور، قال لها ما فيش حاجة. طيب انا فهمت، انا فهمت. وبعدين اديتها بديها كلف رمان برضه عشان معدتها. لا يا فندم، شمر، انا عايز شمر. اديها شمر قبل الاكل 3 مرات. بتمضغه قبل الاكل كمان. خلاص ماشي. الشمر. انا هقول لحضرتك ليه. ايوه. انا هجاوبك يا محمد. ام احمد اتفضلي. يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اسال حضرتك على حب الرشاد، ناخده امتى والكميه بتاعته قد ايه؟ حضرتك تاخديه بخصوص ايه؟ كعلاج يعني، مش عشان حاجه معينه. كوقايه يعني. في حاجه ثانيه، وفي حاجه ثانيه حضرتك. يعني بنتي شعرها خفيف وبيقع، هي عندها 18 سنة. شعر خفيف وبيقع ويتصفح. معلش يا دكتور، في حاجة تانية. أنا أخويا عنده كفاءة عضلة القلب بتاعته إيه؟ 26%. إيه ليه؟ أخويا ليه أخ بيغسل كلى كفاءة العضلة بتاعته 26%. إيه كثافة العضلة؟ مش فاهم يعني. هو الدكتور قال لنا عضلة القلب ضعيفة. الكلى بيغسل كلى يعني. بيغسل كلى وعضلة القلب ضعيفة. حاضر. فياخد ايه؟ حاضر. ينفع يا دكتور نشوف حضرتك في المركز القومي ان شاء الله؟ لا يا فندم، انا في المركز القومي بحوث، ده عملي. لكن حضرتك ان شاء الله ارجعي للكنترول هشوف حضرتك. حاضر. شكرا. ارجعي للكنترول ان شاء الله. نعم. استاذه مريم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اتفضلي يا فندم. دكتور اخي عنده ارتفاع الكوليسترول في الدم. والسؤال الثاني يعني ممكن بسألك عن إبرة التبييض، هي بتزيد الإسوداد في المناطق الحساسة وبتزيد الكلف. التبييض. إبرة التبييض هي بتزيد الإسوداد في المناطق الحساسة والكلف في الوجه. حاضر. شكرا دكتور. لا تحت أمرك يا أستاذة مريم. أستاذة سعاد. أيوه يا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. ربنا يكرمك ويعلي مراتبك. الله يبارك فيك يا فندم. فخر مصر والله يا دكتور. كتر خيرك يا فندم، ربنا يكرم حضرتك، اتفضلي. أنا مريضة سكر من النوع الأول يا دكتور، باخد أنسولين. من إمتى؟ بدأت بأنسولين يا حاجة سعاد؟ كتير، أكثر من 10 سنين يا دكتور. لا بس بدأت بأنسولين؟ بدأت بأنسولين فأي أي مكان يا دكتور أهرش فيه يسيب علامة سوداء، مش عارفة إيه السبب. وكمان رجل الشمال ورمه باستمرار يا دكتور، وهل حب الرشاد ينفع مع النوع الاول؟
وعايزه تليفونك. ربنا يسلمك. حاضر حاضر، خليكي مع الكنترول يديكوا التليفون. ورم في الرجل الشام. نعم نعم. نبيها استاذه نبيها نزيهه، بسم الله ما شاء الله نزيهه. ايوه يا دكتور، بقول لك انا عايزه حاجه عشان الدوالي. حاضر، دوالي الساقين. حاضر حاضر يا استاذه. الاستاذه حنان. الو، لو سمحت عايزه حاجه لتساقط الشعر. تساقط الشعر. حاضر. والامساك المزمن. المزمن. حاضر. وعايزه الحاجه لفرد الشعر. حاضر. وعندي تنميل في رجلي. ايه ده، انت حضرتك سنك كام يا استاذه حنين؟ استاذه عندي 60. كم؟ بس 60 سنه. تنميل رجل. اصل انا عندي السكر، فعايزه حاجه للتنميل. حاضر، تيجي السكر. حاضر. استاذ عبد الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ عبد الحميد. الله يبارك فيك يا دكتور. الله يبارك لك يا فندم. اتفضل. المدام عندي ودنها تعبه، وزي ما تكون بتحس بوش كده، وجابت نقط من الصيدليه وبرده مش مرتاح. حاضر. الله يبارك لك. حاضر هجاوب حضرتك. وش في الودن. حاضر. بعد اذن حضراتكم ناخد فاصل لالتقاط الانفاس، وبعد كده نتواصل مع حضراتكم. اهلا بكم، نرحب بكم ونجدد لكم التحيه من جديد، ونتواصل مع حضراتكم. اتفضلي يا ام عامر. اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا دكتور، كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضل. عندي طفل عنده 6 سنين وعنده توحد، ولسه ما بيتكلمش لحد دلوقتي، بس من يوم ما بدا ياخد الادويه وهو شهيته مفتوحه للاكل ووزنه زايد شويه. يا ترى يا دكتور الادويه هل في كهرباء في المخ ولا مفيش كهرباء؟ لا مفيش، الحمد لله. الحمد لله. حاضر. وبياخد يا دكتور ايفامول برين واربيبريكس واوتوماكس ايبكس وجابا. معلش انا هجاوب حضرتك، انا معلش انا ضد الكلام ده، معلش. طب معلش يا دكتور، بعد اذنك كنت عايز اسال، مريض السكر بياخد حب رشاد ازاي؟ قبل الغداء وبالعشاء. كده يسفوا يعني ولا؟ معلقه تتبلع بالماء قبل الغداء وبالعشاء. طيب يا دكتور. ماشي يا فندم. العفو. الحقيقه الام مصطفى ابن اخويا اللي عنده سرطان دم، قلت بقى في حاجه انه ياخد املج، اديله املج قبل الغداء وقبل العشاء، هيبقى كويس جدا ويشيل الاثار الجانبيه بتاعته. ام محمد كانت بتقول بنتها عندها 25 سنه وبتتكلم عن البطن، في وجع بطن، بيقول وجع جامد جدا في بطنها، وعطتها الشمر. في الحالات اللي زي كده بتبقى، وبعدين عملت سونار طلع ما فيش حاجه، بتبقى الامور دي نفسيه. دايما بندي دوجماتيل 50 عشان الامور النفسيه. يعني مش عارف ليه اليومين دول الحقيقه الناس اصلها بعد يعني بعدت عن الله بكثير جدا. يا جماعه خلي بالكم، في حاجات كثيره جدا جدا احنا بنلاحظها بتبقى سايكاتريك نفسيه، والحالات النفسيه دي بتبقى حالات مشكله من المشاكل الكبيره جدا جدا. يعني معلش، في كتير جدا وارضى بما قسمه الله ولك تكون اغنى الناس. في ناس كتير جدا مش راضيه. ما تقارنش يا اخوانا، ما حدش يقارن بالاخرين، تعليك دعوه بنفسك. وبعدين اذا سالت فاسال الله. في حاجات كتيره زي كده. عشان كده يا جماعه الام محمد اديها دوجماتيل 50 بس مع الغداء، بطنها هتشال كل الالام اللي هي موجوده تماما مع الشمر اللي حضرتك تفضلت بيه. أم أحمد بتكلم عن حب الرشاد كوقاية، إزاي نتاخد نص معلقة صغيرة جدا جدا بتتاخد بعد الفطار، ده وقاية. لسبب إن قلت أنا الحاجات اللي إحنا قلتها الحقيقة، وكمان حتى بيحسن التنفس وبيحسن القولون وبيحسن المصان الغليظ وبيحسن الهضم وبيقي من السرطان. بتقول شعر عند بنتها ضعيف وبيتساقط. أنا قلت إن الشعر نسيج من أنسجة الجسم، والنسيج اللي من أنسجة الجسم لازم نحارب الأنيميا. قلت أي حد كده ينزل رمش عينه كده ويشوف الإيه يشوف العين كده فيها إيه، هل ويقلب شفته يشوف الأمور قدامه إيه، هيلقى فيه أنيميا. لازم نحارب أنيميا نقص الحديد لأسباب اللي إحنا قلنا. يا جماعة كلنا بناكل غلط،
لابد ان طبق السلطه يساوي كميه الطعام المطبوخ، كميه الطعام المطبوخ الحار يساوي البارد. وسيدنا رسول الله نهى عن الجمع بين حرين في طعام واحد وبين باردين في طعام واحد، واحنا بنجمع بين الحار الى ابعد الحدود والبارد قليل. وعشان كده اندريا ويل قال عالم التغذيه لابد ان كميه الحار تساوي كميه البارد، كميه الطعام المطبوخ اللي انت بتاخده تساوي كميه طبق السلطه اللي بيتكون من خمس الوان. بالاضافه انك ممكن تستخدمي اي زيوت حتى زيت الزيتون، زيت الزيتون من الممكن يستخدم في تغذيه شعر او زيت الخروع، بس لابد ان احنا نحارب الانيميا. 70% من الشعر يرجع الى الداخل، يعني الداخل يعني يرجع الى الانيميا اللي موجوده، وخاصه انيميا نقص الحديد. مش عارف المشكله دي موجوده ب 60-70% من الشعب المصري نتيجه كله بياكل خطا. اللي بتقول ان اخوها بيغسل خلى وان في ضعف في عضله القلب، احنا اتكلمنا ما يقول ضعف عضله القلب الكفاءه بتاعتها 26%. اتكلمنا عن ايه؟ عن الزعرور البري. وامريكا هجمت الزعرور البري وحذرت من حد ياخده، وهي بتعمل بحوث عاليه القيمه عشان هتعمل دواء لعضله القلب قريب جدا. وعشان كده دراسه الجدوى بتقول ان الدواء ده هيجيب حوالي ايه 50 الى 100 مليار دولار في السنه. فعشان كده بتهاجم الزعرور البري، والزعرور البري هي بتستخلص منه المواد الفعاله عشان تعملها لدواء لعضله القلب. الزعرور البري بنجيبه نحط عليه ميه بتغلي ونشربه لمده 60 يوم، وبعدين نروح نقيس عضله القلب هنلاقيها ابتدت تزيد من 26 ل 30 ل 35 وهكذا. الاستاذه مريم بتقول اخوها عنده الارتفاع في الكوليسترول. الارتفاع في الكوليسترول احنا عندنا في نوعين من الكوليسترول، في الاتش دي ال اللي هو هاي دنس لايبوبروتين ولو دنس لايبوبروتين. الارتفاع في الهاي دنس لايبوبروتين البروتينات عاليه الكثافه ده مهم كويس جدا. اللو دنس لايبوبروتين هو اللي بيترسب في الشرايين، ده معلقه زيت زيتون على الريق وهي شاميه، يعني بتكلم صوتها باين عليه شاميه، ولازم ناخد زيت زيتون على الريق اللي هو بناخده معلقه عسل نحل زي ما سيدنا رسول الله داوى مطيله حياته، نداوب معلقه عسل نحل في زيت الزيتون في الميه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بشراب العسل ويضيف عليه زيت الزيتون ويشربها على الريق، ودي بيقاوم بيزود الاتش دي ال الدهون الحميده ويقلل الدهون الخبيثه. طب ايه اللي دي يشيل كده؟ انا اتكلمت قبل كده قلت ام الالف ورقه. ام الالف ورقه هي معروفه اسمها ام الالف ورقه، ده بتشيل بتكنس الدهون كنس كبير جدا، لان كل الادويه الغربيه سواء الانجي الالماني او الليبتور الامريكي كل دول بياخدوا الدهون يودوها للكبد، انما اللي انا بتقول عليه اللي هو الام الالف ورقه من الحاجات المهمه جدا 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 لازاله الدهون. او بذور الرجله، بذور الرجله السوداء دي من الممكن تتاخد مع الغداء والعشاء، فعلا بتقلل الدهون الخبيثه وبتزيد الدهون الحميده. ابر التبيض، هي بتتكلم عن ابر التبيض، هل ليها؟ ابر التبيض عباره عن جلوتاثيون، فالجلوتاثيون بيدوها دلوقتي بدل ما كانوا بيدوا 500 مللي جرام بيدوا ابر خمس ابر كل ابره على مدى 6 ايام، وبيدوها الجلوتاثيون فيها تقريبا حوالي 1000 يعني جرام. هي فعلا بتبيض درجه واثنين وثلاثه، طبعا بتبيض كل الجسم الى ابعد الحدود. المناطق الحساسة بتبقى عايزة حاجة مهمة جدا في التبييض، وهي الحاجات الطبيعية. ايه الحاجات الطبيعية اللي ممكن انا اتكلمت قبل كده قلت نجيب 50 جرام فول و50 جرام ترمس مطحون و50 جرام عدس وبنخلطهم على بعض ونطحنهم، وبناخد معلقة من المطحون البودر نعجنها بماء الورد وبنعمل لبخ على المناطق دي. الحقيقة إلى أبعد الحدود بتبيض، لكن الجلوتاثيون اللي حضرتك بتقول عليه الإبر اللي بتتاخد رغم إنها غالية جدا لكن بتستطيع إن هي فعلا تبيض، لسبب إن ليها علاقة بصبغة الميلانين بتاعت الجلد. الأستاذة سعاد بتقول مريض السكر هي من 10 سنين وبتاخد الأنسولين وفي وجع في رجلها الشمال، في ورم في رجلها الشمال. طبعا السكر مع الوقت بيعمل بريفرال نورايتس. ممكن يا استاذه تاخدي حبه رشاد قبل الغداء والعشاء هيساعدك، لكن الانسولين دايما المعتمد على الانسولين من الخارج يبقى ما فيش بنكرياس، يبقى لازم ناخد انسولين. وعشان كده انا بنبه، في ناس بتطلع تقول لك لسه بتاخد انسولين، يا جماعه ايه اللي حرام عليكم؟ ده ما فيش بنكرياس، ما ينفعش اي علاج غير الانسولين.
واحنا مستنيين دلوقتي الخلايا الجذعيه لما تقرر، هي في دور البحوث. انما اللي بياخد انسولين معتمد على الانسولين من الخارج جريمه، اللي يمنعه عن اخذ الانسولين يبقى بيعمل فيه جريمه، ممكن يدخله في كوما الكوما تقضي عليه، ممكن يدخله الاجسام كيتونيه والاجسام الكيتونيه ممكن تؤدي الى اسيتون ويخش في اغماء ملهاش حدود. عشان كده مهم جدا ان احنا نستخدم الانسولين. الانسولين بعد شويه بيبقى الانسان، عشان الانسولين بروتين بيعمل حاجه انسولين ريزيستنس، مقاومه للانسولين، ومقاومه الانسولين دي بنغير نوع الانسولين، بتروح للطبيب بيغير لك نوع الانسولين، وبيدي لدرجه ان دلوقتي احيانا بعد شويه بيدي انسولين السمك او بندي الهيومن انسولين اللي بيتعامل بوسائل الهندسه الوراثيه. الكلام اللي موجوده في رجليك يا استاذ خودي في حاجه مهمه جدا، ورم بدن في رجل واحده يبقى معناها انسداد في الاوعيه الليمفاويه اللي موجوده في الرجل، ودي يقضي عليها الخردل. الخردل على فكره النهارده جاني واحد كان عنده الايه، مفيش العصب والبصر ما بيشوفش، استخدم الخردل كثافه، بجاي النهارده بيشكرني شكر كبير جدا انه ابتدى يميز بين الضوء والظلام وابتدى العصب البصري يشتغل تاني. فانت لما بتحط رجليك في الخردل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحكت الارض فاخرجت الكير، الكير اللي هو الخردل. الخردل لما نحطه في الايه 7-5-6 معالق في 6 لتر ميه دافيه وننقع فيه القدمين بيجري الدوره الدمويه. وبعدين خد الجيل الثالث، الجيل الثالث من ادويه الاعصاب اللي بيسموه لاريكا، لاريكا 75، خدي كبسوله قبل النوم. الاستاذه نزيهه بتقول في دوال السخين، دوال السخين يا استاذه تتهنيها بالخردل. في ناحيه مهمه جدا احنا اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا نجيب القرد، القرد مع القرد اللي هو زي الفاصوليا كده ولونه بيبقى لونه بني، والقرد ده لما نجيبه ونخلطه بأم الألف ورقة، أم الألف ورقة الأخيليا أم الألف ورقة، بنخلط الاتنين مع بعض بنسبة 1:1 وبنعجنهم ونعمل لبخة. وبعدين بعد ما نشيل اللبخة دي نتهم بالإيه الخل من الإزازة لمدة ساعة ونمسح الكلام ده. الكلام ده بيجيب نتائج كويسة جدا إذا كانت الدوالي لسه بادئة. في الوقت نفسه ناخد الحاجات اللي بتجري الدم في الاطراف زي مثلا الدافلون، الدافلون لمده شهر. الاستاذه يعني بتقول تساقط الشعر وفي امساك مزمن، وبتقول فرد الشعر، وبتقول تنميل في الارجل نتيجه مرض السكر. نفس الكلام هنا، تساقط الشعر يا استاذ لازم نحارب الانيميا. ولما نحارب الانيميا، بعد ما نحارب الانيميا قلت الانيميا ليها 70% من تساقط الشعر، لان الشعر نسيج من انسجه الجسم. في الوقت نفسه بعد ما نحارب الانيميا نعمل ايه؟ ندهن بزيت الخروع، ندهن بزيت الزيتون، ندهن بزيت الجوجوبا، ندهن بزيت الامله، اي زيوت من الزيوت دي، ونسيبها لمده 4 ساعات مرتين في الاسبوع يمنع تساقط الشعر. الامساك المزمن يا استاذ هات 200 جرام املج، 200 جرام املج وضيفي عليهم 20 جرام صبر، وخدي معلقه صباحا ومعلقه مساء. 200 جرام املج مع 20 جرام صبر. الصبر زي ما انا قلت لحد دلوقتي يغوص المرض في العروق ويقضي على الامساك المزمن. التنميل اللي موجود قلت نستخدم الجيل الثالث من ادويه الاعصاب زي اللاريكا 75 او الكريميركا اللي هو ايه بيشيل هذا الكلام. الاخ عبد الحميد بيقول المدام ودنها بتوش وراحت عند الدكتور وادها الكلام ده. يا اخوانا وش الودان ده احيانا احنا بنلجا الى البلوط، قلف البلوط، بنجيب 100 جرام قلف بلوط، وال100 جرام قلف بلوط بنعمل منه معلقه صغيره جدا وناخدها صباحا ومساء بتشيل هذا الكلام. ام عامر بتقول طفل 6 سنين عنده توحد لا يتكلم، انا ضد هذا الكلام، لازم تدي له تناكان، تناكان بس فقط، وبعدين تدي له قيثوم، وضد كل هذه الادويه، ضد كل الأدوية النفسية ديت من الصغر، ما لأنها هتخلي تفتح شهيته وتخليه ياكل كتير جدا. اديله تنكان بس، تنكان هو سنه 6 سنوات، اديله 10 نقط تنكان على معلقة مية مرتين في اليوم مع القيثوم، حط معلقة قيثوم حط عليها مية يغلي بتغلي واسقها له 3 مرات في اليوم. بكده يا جماعة نستطيع إن احنا نتكلم ونقول إن احنا وصلنا الى ان احنا الامور دي يا جماعه، في التوحد اتكلمنا فيه، والتنميل في السكر اتكلمنا فيه، فرد الشعر يا جماعه الكلام ده بيبقى فيه في شامبو نازل فيه الكراتين. الوقت مع حضراتكم جري بسرعه، وان شاء الله في بعض الاسئله انا هتكلم فيها مره ثانيه
بعد إذنكم إلى اللقاء إن شاء الله باكر في الحلقة القادمة وفق مراد الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.